هاي منى، أسمع صوت الأواني من هنا. وكأنها فئران ترقص. يمكننا أن نسمع أصواتاً لا يمكن لأحد أن يسمعها يا أخي. نحن جواسيس مدينة الأصدقاء، هيا بنا لنلعب لعبة الجواسيس في الخارج. كفي عن الحراك كي أنظف الوحل العالقة على عجلاتك. توقف، أنت تدغدغني يا بنان. سنجعلك تلمعين من النظافة يا مسعفة، سترين. وسرعان ما سنتلقى اتصالاً طارئاً، وستقودينني في حفر الطين، وسأتسخ مجدداً. صحيحاً يا مسعفة. مرحباً، هل يوجد أحد هنا؟ ما هذا الشيء؟ أهو بوق؟ لا، ربما حبل قفز أو سدادة للأذنين. يا للروعة، تعلو زقزقة العصافير عندما تسمعينها من القمع. دوري الآن يا راجي. بوينغ بوينغ، هذا جزر من دون شك، انظر. ماذا هناك يا جزر؟ ما بك؟ توقف. لا أستطيع التوقف، أحدهم يلاحقني. لا أحد يلاحقك يا جزر. جزر، هناك شيء يخيفه، علينا أن نلحق به. هيا جزر. جزر، انتظر يا جزر. ما هذا؟ إنه عملاق، يا إلهي. أسمع صوت تنفسه، إنه يقترب مني. من المستحيل أن نلحق بجزر، إنه ينطلق كالرياح. هذا شهاب، توقف. نحن في مشكلة يا أماني. لحسن حظكما أنني لست في مهمة الآن، وإلا لما توقفت. اصعدا واربطا الأحزمة. شكرا، أشعر بالارتياح. وحدة الإسعاف؟ نعم. حسنا، في الحال. قلت لكما إننا سنتلقى اتصالا حالما تنتهيان من تنظيفي. لقد تعرضت فلفلة لحادث في المنتزه. أرجو أن تكون بخير. يبدو أنني نسيت سماعاتي. لا عليك، استخدم سماعاتي. نحاول العثور على جزر. أجل، كان يقفز كالمجنون في شوارع المدينة. وما الغريب في هذا يا صغيري؟ بدا خائفاً وقال إن أحدهم كان يلاحقه. ربما كان يلعب لعبة المطاردة، لا أظن أن شيئاً يمكن أن يخيف ذلك الأرنب. تعلمين أن سماعاتك مثقوبة؟ لا، على الإطلاق، ربما ثقبت في المهمة الأخيرة. أرجو ألا تستوجب إصابة فلفلة وجود السماعات. هل نعود إلى المستشفى لإحضار غيرها؟ لا، فقد نستغرق وقتا طويلا. ليتني أتذكر فقط أين تركت سماعاتي. شهاب، أعلمني عندما ترى جزر. حاضر يا أماني. عد إلي يا همام، إننا نبحث عن جزر ولسنا نطارد الأرانب.
قرطمي يؤلمني كثيرا يا نادر. لا تقلقي يا فلفلة، سيأتي فريق الإسعاف قريبا. أعلم، لو أنني لم أنزل إلى البركة لما وقعت وأذيت خرطومي. أماني، كيف عرفتم أننا هنا؟ لم أكن أعرف، جئنا إلى هنا للبحث عن جزر. ألم أقل لك إن فريق الإسعاف سيصل قريبا؟ مرحبا، كيف حالها؟ يبدو أنها جرحت خرطومها. لا تقلقي، سنعالج الجرح على الفور، وسرعان ما ستعودين لإطفاء الحرائق يا فلفلة. أرجو ذلك، شكرا لك يا لينا. اثبتي رجاء، لا أريد وضع اللصاقة في المكان الخاطئ بينما لينا تراقبني. أنت مسعف جيد. ضعي هذا القمع على أذنك وستفاجئين بما قد تسمعينه. إنه يكبر الأصوات يا فلفلة. أسمع زقزقة العصافير، يبدو وكأنها تجلس قربي. والآن أفزعها همام بنباحه. حسنا يا فلفلة، أرى أنك تشعرين بتحسن. شكرا يا بنان. أسمع صوتا غريبا في قمعك يا راجي، ماذا يمكن أن يكون يا ترى؟ جزر، لا يوجد أي عملاق في مدينة الأصدقاء. هاي جزر، أين وجدت هذه السماعات؟ ماذا قلت؟ قلت أين وجدت سماعاتي يا جزر؟ في حقيبتك الطبية داخل مسعفة. وكيف تأخذها دون أن تطلب إذني؟ ها؟ أنا متأسف. من المهم أن تكون السماعات معي أثناء العمل، إياك أن تكرر هذا، مفهوم؟ شكراً يا أصدقاء. اعتني بخرطومك جيداً. نعم، لن أنفخ حتى يشفى تماماً. هذا غريب، لم أعد أسمع صوت العملاق. ألم تفهم بعد؟ لم يكن هناك أي عملاق. كنت تركض في أنحاء المدينة وسماعات بناء على أذنيك. والسماعات تكبر الأصوات يا صغيري. هكذا. لقد عاد العملاق. إنه ضجيج المنتزه فقط، وصوت الباط، وزقزقة العصافير. إذن لم يكن هناك عملاق. يا إلهي، كم كنت غبيا. وداعاً، أعدك أنني لن ألمس سماعاتك مجددا. يسرني سماع ذلك يا جزر. يجب أن أذهب أنا أيضاً. هيا يا همام. شكراً على المساعدة يا أماني. على الرحب والسعة. وداعاً همام. وداعاً همام. لنلعب لعبة التجسس. لا، بل لعبة العملاق القافز. أولم تسأم من تلك اللعبة يا جزار؟ أمسكا بي إن استطعتما. لقد بدأنا مجدداً. هل تعلمون؟ في القديم كانت الجياد تجر عربات الإطفاء في أنحاء مدينة الأصدقاء. الجياد؟ وهل كانت تصل إلى موقع الحريق بسرعة؟ لم يكن هناك بديل، فلم تكن السيارات قد اخترعت في ذلك الوقت يا راجي. أحقا يا شرارة؟ وكيف كان يتنقل الناس؟ سيرا على الأقدام أو على ظهور الجياد. هل تعلمون أن عربة تجرها مجموعة من الجياد يمكنها أن تسبقني؟ أماني، أين أنت؟ آسفة يا سيد نبهان، كنت أستمع إلى حديث شرارة الشيق ولم أنتبه إلى الوقت. أردت تفقد موقعك فقط. في ساحة المدينة، وسأعود إلى المركز، أراك لاحقا. علينا الذهاب أيضا يا شرارة. استمتعت كثيرا بحديثك عن الأيام القديمة يا شرارة. سنكمله لاحقا، وداعا. لنذهب ونرى ما الذي يفعله بنان.
وداعا وداعا. هاي، هل رأى أحدكما نادر في المدينة؟ لا يا فارع، لم أره طوال الصباح. غادر وقال إنه لن يتأخر. كان هذا منذ ساعتين. تسلل بينما كانت فلفلة تأخذ قيلولة في خيمتها، ذهب إلى السوق ليشتري لها بعض التفاح ويفاجئها. سرك معنا في أمان يا فارع. حسناً، بما أن الأوضاع مستقرة سأدخل إلى مكتبي وأنظفه قليلاً. شرارة، يبدو أنني احتجزت في الداخل. ليس معي مفتاح، ماذا عنك يا فارع؟ ليس معي أيضاً. ليس معنا نسخة عن مفتاح المحطة، ماذا سنفعل؟ أطلب من فارع أن يوقظ فلفلة، ربما لديها نسخة احتياطية. إلى فلفلة، هل تسمعينني؟ أفيقي يا فلفلة، لدينا حالة طارئة. ماذا؟ حالة طارئة؟ ها أنا يا فارع، لقد استيقظت، ما الذي يجري؟ احتجز دهشان نفسه داخل المحطة، هل لك مفتاح إضافي؟ لا، انتظر، سأكون معكم بعد قليل. فلفلة! لا تقلق يا دهشان، سأحاول خلع الباب، ابتعد عنه رجاءً. لم أنجح. ماذا الآن؟ فلفلة، خطرت لي فكرة، اتصلي بمركز الشرطة، لابد أن لدى نبهان نسخة عن المفتاح. لا تقلقي، لدي نسخة عن مفتاح كل بيت في مدينة الأصدقاء. هذا رائع، سأخذه في الحال إليكم يا فلفلة، اطمئني. شكرا يا أماني، أراك قريبا. هيا يا همام، اصعد. ها هو مفتاح المحطة يا أماني. لا تضيعيه. نبهان، تلقيت بلاغا عن حالة طارئة في الشارع الشرقي، يجب أن تذهبوا إلى هناك في الحال، هيا تحركوا. ماذا عن دهشان؟ يجب أن تكون الأولوية للحالة الطارئة يا أماني. أنت محق، سأعلم فلفلة بعدم مجيئنا. ولكن إذا لم تأتوا سيبقى دهشان محتجزا في الداخل طوال اليوم. أنا آسفة، ليس أمامنا خيار آخر. ألا يمكنكم إرسال المفتاح مع همام؟ إنها فكرة رائعة يا شرارة. حسناً، إذن سأعلقه في ياقته وأرسله إليكم على الفور. هل يمكننا الوثوق في قدرة الكلب همام على إيصال المفتاح؟ بكل تأكيد يا فلفلة، تماماً مثل ما كانوا قديماً يثقون في قدرة الخيول على جر عربات الإطفاء. نرجو فقط ألا يعترض أرنب طريق همام. أريدك أن تأخذ هذا إلى فلفلة في محطة الإطفاء، اذهب الآن يا همام، هيا. أتوق لرؤية وجه فلفلة عندما ترى التفاحات. ها؟ همام، لما العجلة؟ أحدهم أوقع مفتاحه. إنه مفتاح المحطة، كيف وصل إلى هنا؟ وصل همام. أحسنت يا همام، لنرى أين هو المفتاح. هل وجدته يا فلفلة؟ لا يا شرارة، ولكن قالت أماني إنها ستعلقه بياقة همام. صحيح، ولكنه ليس موجودا. الأفضل أن تتصلي بأماني وتخبرها بما حدث. مرحبا، هنا فلفلة، هل تسمعونني؟
أجل، نسمعك بوضوح. هل وصل همام مع المفتاح؟ وصل همام ولكن من دون المفتاح. مرحبا ساهر، توقف. ما الأمر يا نادر؟ خذ هذا المفتاح إلى فلفلة، إنها حالة طارئة، لذا عليك أن تسرع أرجوك. أبدا لا تقلق، أنا ودحروج أسرع ثنائي في مدينة الأصدقاء كلها. 13 زجاجة ماء تقف على الجدار، 13 زجاجة ماء تقف على الجدار، فإذا ما وقعت إحداها بالصدفة عن الجدار ستبقى 12 زجاجة تقف على الجدار. أرسل نادر هذه إليك. آه، تفاح، فاكهتي المفضلة، هل تريد واحدة؟ نعم من فضلك. هيا يا فارع، متع نفسك بالتفاحة. شكرا يا فلفلة. هل وصلك المفتاح؟ مفتاح؟ أي مفتاح؟ الذي في السلة، وجدته على الرصيف في المدينة. ساهر؟ أنا آسف، كنت مشغولاً بأكل التفاح فنسيت أمر المفتاح كلياً. ها هو ذا. وجدت المفتاح الذي أسقطه همام يا نادر. أصدقائي لا تنسوني. أنا قادم. شكرا لك، ظننت أنني سأبقى عالقا في الداخل طوال الليل. أرى أنك عثرت على المفتاح. أنا لم أتحرك من مكاني يا نبهان، هؤلاء هم الذين قاموا بالعمل كله. جاء همام بالمفتاح ولكنه أسقطه. وأنا وجدته وأعطيته لساهر، وانطلقت أنا ودحروج إلى هنا، ثم وصلت أنا وفتحت الباب وترى ها أنا ذا، مثالا يحتذى به عن العمل الجماعي. هكذا هم سكان مدينة الأصدقاء، متعاونون دائما. سأسبقكما إلى المضمار. أجل، انطلقي. ما أكثر ما تحبه في الدراجات يا راجي، أنا أحب القيادة على عجلة واحدة. انظر، أفضل القفز خاصة إلى أسفل الهضبة. صحيح القفز، أنت بارع في هذا. رائع. يفترض أن يعودا لاحتساء الشاي الآن، هكذا وعدا. أجل، إنه موعد الشاي. أهلا ساهر، تسرني رؤيتك. مرحبا، هل منى وراجي هنا؟ انتهى دوامي وفكرت أن ألعب معهما. ذهبا إلى مضمار الدراجات في الغابة مع جزر. ممتاز. لكن كان يفترض أن يعودا الآن. إننا قلقين قليلا. سأذهب لتفقدهما. ساهر، أمتأكد؟ بالطبع، ليست مشكلة. شكراً، لن أتأخر. حسناً، أول من يقطع خط النهاية من دون أن يقع يكون الفائز. حسناً، هيا. أنا خسرت. أنا أيضاً. هاي، أنا الفائزة. لنعد الكرة. هيا. لقد فزت.
عليهم. هاي ساحر، هل رأيت قفزتي؟ أجل، لقد كانت مدهشة. هل أتيت للعب أيضا؟ لا، جئت لأتفقدكما، والداكما قلقان. لكن لا تقل إن موعد الشاي قد حان. أها، لم نكن نعرف. هيا، الأفضل أن نسرع. لا يا منى، لا داعي للعجلة. إلى أماني، هل تسمعينني؟ أنا أسمعك يا ساهر. أريدك أن تعرجي على المطعم وتقولي لوالدي منى وراجي إنهما بخير وسيعودان قريباً. ظننت أنك خارج الخدمة الآن. صحيح، قدمت معروفاً ليس إلا. حسناً، سأذهب إلى المطعم. شكراً جزيلاً لك. حسناً، قبل أن نعود سأقوم أنا ودحروج بجولة على مضماركم هذا. لا أظن أنه يصلح لدحروج يا ساهر، إنه كثير المطبات. سأقوم بمحاولة فقط، إذا كان الأمر صعباً سأنسحب. إنه كطفل صغير. هذا جيد. حسناً، سأجرب القفز الآن. ها؟ راقبوني. يا للروعة. ممتاز. سأقوم بمحاولة أخرى. ممتاز، أنت مذهل يا ساحر. جرب القفز على العارضة. يجب أن نذهب الآن. ساحر، آخر مرة أعدكم، لندعه يفعل. راجي بسرعة. هل أنت بخير يا ساحر؟ أظن ذلك. أجل. لا، يا إلهي، لقد أذيت قدمي. لا فائدة، أخشى أنني أحتاج إلى المساعدة. أنا آسف حقاً. لا، اللاسلكي أين هو؟ ربما سقط منك عندما وقعت. لا يمكن أن يكون بعيداً. نعم نعم، شكراً لإعلامنا يا أماني، ابقي لاحتساء الشاي. لا أستطيع، شكراً، أراك لاحقاً سيدي. إلى اللقاء. لا أثر له يا ساحر، بحثنا عنه في كل مكان، لقد اختفى. يا إلهي، لا يمكنني قيادة دحروج ولا أستطيع السير، والآن فقدت اللاسلكية خاصتي. أعتقد أن هذا يجعل مني شرطياً سيئاً. نحن سنساعدك. ولكن يفترض أن أعتني أنا بكم وليس العكس يا أولاد. هذا لا يهم يا ساحر، المهم هو أن نطلب النجدة. أجل، أنت محق. حسناً، اذهبا أنتما ومنى ستبقى معي، لأنه يجب ألا نترك المصاب بمفرده. أجل، بالضبط. راجي، اذهب إلى المطعم واشرح ما حدث لوالديك. جزر، اذهب إلى المستشفى وأحضر المساعدة. حاضر يا ساحر. اعتذر لوالديك نيابة عني يا راجي. حسناً، خذا بحذر كليكما، لا نريد إصابات أخرى. دحروج المسكين، كان يمكن أن يتحطم. أجل، أنا آسف يا دحروج، ليس ذنبك أنك لست دراجة. أو أن لديك سائقاً سيئاً. هذا صحيح تماماً. ساحر. نعم.
من الواضح أنك لا تستطيع السير على قدمك. أوه، آسف. اجلس فحسب واشرب الماء. هل تعرفون مضمار الدراجات؟ أجل، إنهما هناك. حسناً، تمسك. هل هي مكسورة يا لينا؟ لا، لويت كاحلك فقط. ماذا نفعل الآن يا بنان؟ سنضمده بالتأكيد. لا تقلق يا ساهر، فالتضميد من اختصاص بنان. ربما توقعت أن يتعرض أحدنا نحن الصغار لإصابة على المضمار وليس واحدا من الشرطة. بصراحة لا يا منى، ففي النهاية نحن نتحدث عن ساهر المتهور. حسنا، انتهينا. أحسنت يا بنان. أشكرك يا صديقي. لما لا نذهب إلى المطعم ونحتسي الشاي جميعا؟ ألديكم حلوى العسل؟ بكل تأكيد. مهلا لحظة بنان، حاول الاتصال باللاسلكي خاصتي. اللاسلكي؟ من بنان إلى ساهر، من بنان إلى ساهر، من بنان إلى ساهر. عثرت عليه. هيا جميعا إلى المطعم. ليست أول وآخر مرة سنستدعى فيها من أجله. أجل، مع قرض بزي شرطي لا يمكنك توقع ما قد يحدث.